توقيت ما شاء الله وتبارك الله. شكرا يا ابو خالد في هذا الاداء الجميل. المركز الثاني كانت انطلاقه اعتبار سعيد بن سليم بن علي العامري الذي يحدد ايضا تواجده في المركز الثاني. 5:50 ثلاثه من الاجزاء من الثاني. سلام يا العين، سلام على هذا الاداء. المركز الثالث انطلقت وجاءت بشاره، بشرت باول التحديات بشاره سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي، ما شاء الله بسالوم الدرعي هنا ايضا يحمل هذه الانطلاقه. 5:52 بالوفاء والتمامي والكمال. صباحكم مميز، صباح الانتاج الذي يقدم دائما اجود ما يكون في هذه الجائزه، جائزه زايد الكبرى. اشواطنا تتواصل وانطلاقات التحدي تحمل دائما الكثير من المفاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله صباحكم بكل خير، حيث ننطلق في جائزه زايد الكبرى وفي ثالث ايام هذا المهرجان وثاني ايام انطلاقات سن الحجايج ضمن تسعيره هجن الرياسه السابعه، ثاني اشواط هذا اليوم وهذا اليوم لفترته الصباحيه الخاصه بالانتاج والمنتجين مباشره الى مقدمة الشوط ورصاد خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي من يتقدم في المركز الاول والصدارة الاولى، بينما المركز الثاني غازي سالم بن عامر بن علي العامري، والمركز الثالث هناك شعار بن عصيان من يتواجد في ثالث المراكز، النقلة مباشرة إلى المركز الرابع من أيضا مداهم سالم بن سعيد بن جرمان اليامي، والمركز الرابع الوصول في رابع المراكز أيضا من يتقدم هناك من خلال هذه المنافسة وهذا التحدي الكبير. هناك الطاغي حمد بن سليم بن دودة بن سليم العامري خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما الدخول الآخر والوصول هناك من خلال الشبابي سيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي، يتواجد شعار بو محمد مشاركا في هذا المهرجان الغالي، بينما هناك ايضا مشكور لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي يتقدم ايضا هذا الشعار الذي دائما يحصد المراكز الاولى والمتقدمة، بينما هناك ايضا شاهين الهلال بن سعيد بن سالم الهاشمي وصل وايضا خذ له مركز متقدم قادم من السلطنة للمشاركة، خذ المركز ايضا الرابع في هذه اللحظات، بينما دخولنا من الزاوية الاخرى من خلال تواجد الجارح عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري، ولكن هناك ايضا القدوم من مجد سعيد بن محمد بن هويمل العامري. هنا المنافسة القوية وهنا التحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقات الكبيرة والتحديات المثيرة، ثاني أشواط هذا اليوم نسير مباشرة إلى المقدمة والصدارة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الصراع القوي والتحدي المثير. الله الله، الطاغي حمد بن سليم بن دودة بن سليم العامري على الصدارة على المركز الأول، شعار بضبيعة القادم بكل قوة، القادم بالأداء المتميز والنجومية الرائعة هنا من خلال هذا الأداء المتميز، ومن خلال أيضا هناك أيضا الانطلاق القوي مشاهدين الأعزاء، وصل شعار أيضا هناك من يتقدم في هذه اللحظات ويصل في المنافسة أيضا اللي هو شاهين هلال بن سعيد بن سالم الهاشمي وصل، والشعار بالضبيعة يقدم انطلاقة رصاد خليفة بن سالم بالضبيعة، والوصول الوصول الاخر من مجد سعيد بن محمد بن هويمل العامري وصل، العامري تدخل ولكن الدخول الاقوى هناك من مرهي سعيد بن سالم بن علي بن سعيد الوهيبي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره، عوده الى المركز الاول، الى المقدمه الاولى، من يتقدم هناك ايضا الطاغي حمد بن سليم بن دوده بن سليم العامري وصل، العامري
العامري وصل ولكن هناك مرهي سعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. جولة الأوامر، جولة التحديات، مرهي 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 بدأ أيضا يرتهي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني مجد مجد سعيد بن محمد بن هويمل العامري. محاولات مجد الله الله الله، ولكن مرهي على الصدارة، مرهي على المركز الأول. سعيد بن سالم بن علي بن سالم ألوهيبي بدأ أيضا يأتي بناموسي أول أشواط الإنتاج. المنتجين سلام للسلطنة، سلام على فوز مرهي بهذا الشوط. تهانينا هو الناموس لسعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. لحظات الوصول والفوز والانتصار. المركز الثاني مجد سعيد بن محمد الهويمل العامري. المركز الثالث الوصول والدخول في ثالث المراكز، كان ايضا منافسة قوية، هو نايف عامر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الرابع وصول في المركز الرابع، هناك من خلال مياس خويدم بسعيد بن خويدم العامري. المركز الخامس هناك ايضا من ياتي الطاغي حمد بسليم بالدودة بسليم العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز ايضا المميز هنا في هذا الصباح، حيث نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام عشاقي هذه الرياضة العربية الاصيلة. هناك مرهي من وصل وخذ المركز الاول. تهانينا والناموس لسعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. 5 دقائق 48 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني مجد من وصل في ثاني المراكز، وسعيد بن محمد بن هويمل العامري هو من قدم لنا مجد. ناخذ توقيت الزمني ما شاء الله. هناك ايضا ياتي ب5 دقائق 52 ثانية، 3 أجزاء من الثاني. والعام الماضي يذكرني بمجد محمد بن راشد بن فري بن عتيق المهيري من خطف هذا الشوط في العام الماضي، ياتي في المركز الثالث. هناك 5 دقائق 52 ثانية و5 أجزاء من الثانية، حيث ايضا ظفر هناك بالمركز الثالث نايف عامر بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام متابعين الاعزاء، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم اجمل واطيب تحية من ميدان الو...